السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن. تنتمنى اللي شاف هذا الفيديو بارطاجي وما تخليش يوقف عندك. اخوتي انا جيت نحكي لكم على هذيك السائحة اللي من النرويج من الدنماركية والصديقة ديالها اللي دبحات بديك الطريقة الوحشية، الطريقة اللي ما تيديروهاش المسلمين وليس هادو مغاربة. اخوتي بغيت نقول لكم بان المغرب هذه خطة مديرالو باش تخسر السياحة المغربية وتضر في المغاربة. من بعد الاسبوع اللي فات تنشر الفيديو ديال الكراقي المجرم، والان تنشر هذا الفيديو بتذبح بالطريقه اللي ما يقدرش يديرها واخا الكافر بالله. الاسلام هذا ليس له علاقه لهم بالمغاربه وليس له علاقه لهم بالاسلام. الاسلام هو دين التسامح ودين المحبه كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار واليهود والنصارى ومع جميع الديانات وتيحترم جميع الديانات. العلم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم واحترمه وما كانش يستهزئ باي كلمه. خوتي المغرب الان غادي في واحد السياحه زوينه وانه داروا هذه الخطه باش يهرسوا السياحه المغربيه. وخوتي الناس اللي تنشروا هذا الفيديو راه اللي مضرورين بزاف هما الجاليه المغربيه اللي في الدنمارك او الجاليه المغربيه اللي في اوروبا. الان ملي تنشر هذيك الفيديو في الواتساب ولا في الفيسبوك غادي يشوفوه وغادي يحقدوا علينا اكثر ويوليو حتى هما يبغيو ينتقموا. فنحن المغاربه ماشي اخلاق ديالنا اللي نديروا هذاك الشيء اخوتي. وانا مشيت الفيديو بقى فيا الحال بزاف، بقى فيا الحال بزاف والله العظيم. حشومه واخا كما بغات تكون ما خصوش دير هذيك الطريقه. انه اخوتي الان تنوصل لكم انه ما تبارطاجيش الفيديو، واول واحد بارطاجا حتى الفيديو في فيسبوك ها هو في اخر الفيديو اللي تشوفوا التصويره ديالو، هو تيقول لكم القنيطره اول واحد حطه. والان اخوتي خصنا نكون نضمنوا هذا الفيديو ما يتنشرش. وتنشكر جميع الصفحات الكبرى ديال الفيسبوك اللي كلهم اتصلت بهم واتصلوا بيا وقال خويا الزراوري ما نحطوش هذا الشيء هذا، شكرا وبينتوا لي رغم اختلاف شي حوايج ولكن بينتوا لي بانه حنا مغاربه الحمد لله وتنغيروا على الوطن ديالنا وعلى بلادنا وعلى السمعه ديالنا. خوتي هنايا في باريس هذه واحد الايام واحد دار واحد العرس ب 30 ديال المليون بجوج مغربيه، في الاخر خسر شي 30 مليون في اخر مطاف طلع فوق المنصه وهز الرايه وحرقها. هو الهدف ديالو يجمع المغاربه كاملين في العرس ويحرق هذيك الرايه، لانه المغرب عنده اعداء بزاف اخوتي، واللي يحس بهذا الشيء هو اللي عايش على برا واكثريه هنا في باريس. تنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتشوف. تنتمنى من السلطات يزيدوا يخدموا اكثر، يزيدوا يعرفوا على المجرمين هادو يشدوهم، بغينا لهم الاعدام امام الملأ باش نبينوا للدول والشعوب بانهم مغاربه، بلاد ماشي ديال العنصريه. ونحن المغاربه ماشي وحوشه، حنا مغاربه الشعب الكرام والشعب الجود الحمد لله. وانا راه بقى فيا قسما بالله ما قدرت نكمل هذاك الفيديو، بقى فيا الحال بزاف 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 حشومه. وتنطلبوا تسامح من خوتنا الدنمارك وداك الشيء اللي وقعوا. حنا راه مغاربه، اي سائح جا راه يجي بلا ما يشد لوطيل يجي لدارنا، حنا راه الشعب الكرام. وبقى فيا بزاف بزاف هذيك الفيديو تنقولها، اثر عليا بزاف وبارطاجي هذا الفيديو ونخليكم تشوفوا اول واحد حط هذا الفيديو. والله يرحمكم الوالدين ما تخليش يوقف عندك. والسلام عليكم.